مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانيه. بتستضيف اليوم مدينه شرم الشيخ، والحقيقه بعد لحظات هتبتدي الجلسات، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويه اللي بينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحده خلال الفتره من يوم 28 اكتوبر ليوم 22 نوفمبر برعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيشارك في المؤتمر اكثر من 3500 مشارك من 140 دوله واكثر من 50 وزير ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة لمشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم. ولأول مرة منذ 20 عاما ينعقد المؤتمر خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو مؤتمر دولي تابع لهذا الاتحاد وهو أحد منظمات الأمم المتحدة. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد رشاد، الكاتب المتخصص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو أحد المشاركين في المؤتمر أيضا. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير، أهلا بك. أهلا بك. يعني المؤتمر اسمه المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، يعني خلينا نقرب شوية موضوع المؤتمر من المشاهد، وإيه النقاط اللي هو معني بيها تحديدا؟ هو المؤتمر المفروض أنه بيحصل كل 4 سنين في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات. لأول مرة بيحصل من في 20 دورة فاتت، لأول مرة يحصل خارج جنيف في مصر. الاتصالات الراديوية هو مفهوم تكنولوجي معقد، ولكن هو بيتكلم عن السيف الترددي وتوزيع السيف الترددي في كل دول العالم. السيف الترددي ده اللي ممكن من خلاله نقدر نستخدم شبكات ال 4G اللي اشتغلت في مصر، شبكات ال 5G وال 6G اللي المفروض ان المؤتمر ده هيتكلم عن تفاصيلها في خلال ال5 أسابيع القادمة. المؤتمر مدته 5 أسابيع في شرم الشيخ. كل التفاصيل بقى، الخطط والسياسات، الاتصالات، استخدام ال 4G وال 5G في الفترة اللي جاية، ده هيكون يعني ضمن الجلسات اللي هيتم مناقشتها في المؤتمر. تمام. طيب يعني 5 أسابيع مدة طويلة جدا، المفروض أنه يتم مناقشة إيه خلال كل هذه المدة، وإيه مدى يعني مردود هذه المناقشات على سياسة الاتصالات في الدول المختلفة؟ خلال 5 أسابيع هيتم مناقشة كل شيء متعلق بمجال الاتصالات والإنترنت على مستوى العالم، مستويات الدول وقدراتها على الاستعداد للشبكات الجديده او التقنيات الجديده زي ال 4G. كل دوله بتبدا في جيل معين بتكون بتحتاج لبعض الاستعدادات عشان تكون استاذ احمد. طيب يبدو انه احنا فقدنا الاتصال باستاذ احمد رشاد، وهو موجود حاليا في شرم الشيخ للمشاركه في المؤتمر. زي ما قلت لحضراتكم، المؤتمر بيعقد لأول مرة من 20 عام خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو هذه المرة بيعقد في شرم الشيخ. مرة تانية معنا أستاذ أحمد رشاد، الكاتب المتخصص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مرة تانية أستاذ أحمد، كنت حضرتك بتتكلم عن أنه حيناقش خلال ال5 أسابيع سياسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في كل دول العالم، تمام؟ بالضبط. سياسات وتوزيع التف الترددي، استعداد كل دولة لشبكات الجيل الخامس اللي أصبحت على الأبواب دلوقتي، الحديث دلوقتي عن الجيل السادس كمان، الفرق ما بين كل جيل واللي قبله أن بيكون فيه سرعات أعلى في الإنترنت، جودة أفضل في شبكات الاتصالات. تمام. الجيل الخامس والجيل السادس، الفروقات ما بينهم وما بين الأجيال السابقة بس في السرعات، يعني بتحتاج تجهيزات معينة في كل دولة علشان تبقى عندها، ولا يعني إيه أهم المميزات؟ في السرعات وجودة الخدمة. وبعد كده بتظهر التطبيقات بناء على السرعات وجودة الخدمة، بتظهر التطبيقات المناسبة للشبكة اللي موجودة. يعني احنا دلوقتي تطبيقات موجودة مثلا في الـ4G، تطبيقات للتوصيل، تطبيقات للدليفري، تطبيقات للشراء على الانترنت، تطبيقات كتير ظهرت. المفروض مع الجيل الخامس بتظهر انواع جديده من التطبيقات اللي المفيده للمواطن، زي القياده مثلا بدون سواق، العمليات الجراحيه عن بعد، المعاملات الماليه،
تطبيقات كتير ممكن تظهر بناء على جودة الاتصالات والإنترنت في كل دولة. ودي طبعا يعني محتاجة تجهيزات في كل دولة علشان تقدر تنتقل لجيل آخر يعني من الاتصالات. تمام. طيب لو اتكلمنا على مصر، يعني أين نحن من التكنولوجيا اللي بتتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله، وإيه أهم العناصر اللي لازم تبقى موجودة عشان نلاحق هذا التغير السريع جدا في تكنولوجيا الاتصالات؟ الحدث اللي احنا موجودين فيه، جواب على سؤال حضرتك، بيعكس أهمية مصر بالنسبة للمجتمع الدولي في مجال الاتصالات. مدى التطور اللي بيحصل في مصر، مصر بيمر فيها عدد كبير من الكابلات البحرية من خلال البحر المتوسط والبحر الأبيض وقناة السويس. ده بيأثر على حركة البيانات ونقل الإنترنت بين كل دول العالم، وده في الحقيقة بيوضح أهمية مصر وقدرتها على الريادة في المجال ده. تمام. أنا بشكرك أستاذ أحمد رشاد، الكاتب المتخصص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتكلمنا من شرم الشيخ حيث يعقد المؤتمر. بينضم إلينا أيضا المهندس روماني رزق الله، خبير الإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. زي ما قلت من شوية يا باشمهندس، إنه هذا المؤتمر بيعقد على مدة زمنية طويلة، 5 أسابيع، لمناقشة سياسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في كل أنحاء العالم، يعني مما يعكس أهمية المؤتمر الشديدة بالنسبة لكل الدول. لو تكلمنا أكتر عن أهمية المؤتمر في النواحي المختلفة. صباح الخير. طبعا إحنا كلنا قادرين نعرف ونحدد دلوقتي أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لأن هي دي بقت الوسيلة العالم بيها بقرية صغيرة. ودلوقتي مهم جدا المؤتمرات دي عشان نحدث حالة تفاهم بين الدول بعضها وبعض، وده بيساعد في التبادل النوعي للمعلومات، وبيحسن من خبرات خبراء التكنولوجيا، وبيكتسب خبرات من بعض. ان الخبرات بتاعت قطاع الاتصالات هي خبرات متراكمة ومتسارعة في نفس الوقت. فالمؤتمرات اللي زي كده بتبقى مهمة جدا جدا، وشيء احنا محتاجينه، وبيخلينا ننفتح عن كل الخبرات والتطورات المتلاحقة السريعة جدا اللي بتحصل في العالم، ومن خلال الخبراء المتخصصين في هذا المجال. فدي أهمية المؤتمر القصوى، لأنه هو احنا العالم كله بيجي قرية صغيرة من خلال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. طيب المؤتمر أول مرة يعقد خارج مكانه الطبيعي في الاتحاد الدولي للاتصالات، وأول مرة يعقد في مصر، دلالة ده في رأيك؟ دلالة ده أن مصر دلوقتي بقت ليها وضعها العالمي، وده شيء بيواضح جدا، وده بيقول كمان قد ايه احنا متطورين وملاحقين ركب التكنولوجيا، وبقالنا اسمنا على القطاع العالمي وموجودين على الاجنده زي ما بنقول. ودي مؤشر مهم جدا انه اول مره زي ما حضرتك ذكرتي انه بيحصل ده بره المقر الثابت، بيحصل عندنا في شرم الشيخ في مصر. فده يدل جدا على أهمية مصر ووضعها، وخبرائها قد كده هم متطورين ومهمين. وإحنا مصر برضو لازم نبقى فاهمين كويس جدا إنها هاب كبير جدا لأفريقيا والوطن العربي كله، وهي نقطة انطلاق. تمام. هل اللي بيتم في المؤتمر هو مناقشات وورش عمل وتبادل معلومات، ولا في برضو بعض الاتفاقيات بيتم إبرامها، بعض العقود مع شركات؟ يعني ايه نوعية النشاط اللي بيتم في المؤتمر على مدى 5 أسابيع؟ بص يا فندم، هو دايما المؤتمرات الدولية دي بيبقى طبعا بتناقش كل التطورات التكنولوجية الحديثة، وبتحط كل الأشياء الجديدة المتطورة في القطاع قدام المتخصصين وقدام الدول، إن الدول ممثلة في المؤتمر وكذا. بالإضافة إن بيبقى زي ما بنقول في حاجة اسمها بي تو بي، بزنس تو بزنس، ده حتى لو مش موجود على الأجندة بطريقة ثابتة، فده بيحصل نوع من تبادل العلاقات وتبادل الاتفاقيات، وبيحسن المناخ
بين شركاء النجاح زي ما بنقول. طيب المؤتمر بيعمل على إقرار اتفاقية دولية يتم تسميتها وثيقة شرم الشيخ 2019، وحتتضمن الترددات الخاصة بتقنية الجيل الخامس لكل دول العالم. لو حضرتك يعني تفسر لنا هذا الكلام أو تشرحه أكثر. بص يا فندم، هو دلوقتي احنا عارفين ان هو دايما زي ما انا قلت حتى في بدايه كلامي ان هو في تطور سريع ومتلاحق. احنا لسه من فتره ما هيش كبيره في عمر الزمن كنا بنتكلم على تطبيق الجيل الرابع، دلوقتي احنا بنتكلم على تطبيق الجيل الخامس. ومهم جدا جدا يبقى زي ما قلت لحضرتك برضو في بدايه الموضوع ان هو الترددات يجب انها تكون متباينه ومعروفه عشان كل ده بيتضافر مع بعضه، عشان ما يبقاش فيه اي نوع من التداخلات التقنيه. فده مهم جدا جدا يبقى واضح وزي ما يقولوا very transparent للعالم كله، لكل الناس اللي بتستخدم ده. وبينوه على اهميه الجيل الخامس وقد كده هو مفيد لتبادل المعلومات، ودلوقتي جزء من اهميه الاتصالات هي سرعه الاتصالات. تمام. فطبعا الجيل الخامس بيدعم هذا الـ سرعة في البيانات ونقل البيانات، لأن بقت حاجة مهمة جدا دلوقتي. الدقيقة والثانية في العالم كله بتبقى فارقة جدا في التبادل للمعلومات. نعم، أنا بشكر حضرتك مهندس روماني رزق الله، خبير الإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. زي ما قلت هذا المؤتمر سيتم انعقاده خلال يعني فترة قصيرة جدا، خلال دقائق حننتقل لشرم الشيخ لنقل وقائع المؤتمر على الهواء مباشرة على شاشة نيل الأخبار، وهنكون معاكم على مدى اليوم من خلال مراسلينا من موقع الحدث. ده كان آخر حواراتنا النهاردة في هذا الصباح، نشوفكم بكرة على مدى ساعتين من 8 ل 10 على شاشة نيل الأخبار وفريق عمل مختلف. إلى اللقاء.